الحياة الفطرية في بيئة الإمارات غنية بالأحياء والنباتات الحولية والمعمرة. شجرة الرولة كما تسمى محلياً واحدة من أشجار الظل المعمرة دائمة الخضرة، واسمها العلمي شجرة التين البنغالي. يعتبر غرب آسيا الموطن الأصلي لشجرة الرولة، ويمتد وجودها بشكل أساسي من الهند إلى بنغلاديش وباكستان وإيران، وتوجد بنسبة أقل في أفريقيا، كما تنمو في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية. الرولة من الأشجار القادرة على التكيف مع البيئة الإماراتية، ولها مكانة مرموقة في الذاكرة الشعبية لإمارة الشارقة. هنا في هذا المكان المعروف اليوم بميدان الرولة، توارث أبناء الشارقة ظل رولة عملاقة، وعلى مدى عقود طويلة أقاموا في ظلها مناسبات الأفراح والأحزان والأعياد الوطنية، حتى سقطت ومعها تساقطت دموع الناس حزناً على شجرة ترجلت عن ساقها تتلمس تراب الأرض وباقي الذكريات. شجرة الرولة كانت شجرة لها أبعاد كثيرة، أبعاد اجتماعية وأبعاد بيئية. الأبعاد البيئية بأنها شجرة كانت مستحدثة على البيئة المحلية، وشجرة يعني وارفة الظلال ومعمرة، عاشت يعني لأكثر من قرن ونص أو يمكن نقول قرنين أيضا. فكانت عجيبة لأن يعني هذا الكم من الظل لا يمكن كان يحصل بدون الرولة. البعد الاجتماعي أنها كانت أيضا ملتقى للناس في الأعياد، في الأفراح، في كثير من المناسبات، حتى المناسبات القومية اللي صارت في الفترة اللي يعني تعرف بالقومية كانت الناس تجمع هناك للتعبير عن رأيها في العروبة وغيرها من الأمور. فهي شجرة صارت ساكنة في وجدان الناس بسبب هذا الاختلاف الذي أوجدته بين الغطاء البيئي يعني الأشجار اللي كانت موجودة. هنا في هذا الميدان الجميل من قلب الشارقة ذرفت قريحة الشاعر خلف حمد ثاني عام 1978 قصيدته الشهيرة دمعة على الرولة، فأنشد راثياً رولة الناس وما حملته بين أغصانها من أسرار، فقال: دمعة على الرولة بدمع سال أزمانا. دمعة على الرولة بدمع سال أزمانا، أنا أبكيك يا رولة في الأغصان نشوانا، وأبكي رقصة العصفور وأحبابا وخلانا، وأبكي فيك أصحابا أهازيجا وريحانا. مجالس العيد ولت وجاء العيد أحزانا، ولن يأتي يزورك بعد هذا اليوم جزلانا. نبات الرولة أدخل من أكتر من 200 سنة، وكلنا بنعرف قصة ميدان الرولة اللي أدخل فيها من أكثر شجرة عاشت أكتر من 150 سنة، بتنتج ظل مديد قد يمتد قطر الشجرة إلى 10 15 18 متر في بعض الأحيان. هذه البيئة جعلته ملجأ للعديد من الطيور والحيوانات، حتى في البيئة المحلية هنا اعتادوا ان هم يعقدوا اجتماعاتهم، اعتادوا ان هم ينظموا احتفالاتهم، اعتادوا ان هم يعملوا المسابقات الرياضية تحت شجرة الرولة الكبيرة في الشارقة. وبالتالي نعم، هناك أهمية لا تحصى لأهمية بيئية لا تحصى لشجرة الفيكس أو الرولة. تحتاج الرولة لتربة مناسبة، وفي سنواتها الأولى تحتاج لمن يرويها ويعتني بها حتى يشتد عودها. ترتفع شجرة الرولة المعمرة لأكثر من 18 متراً، ويمتد تاجها لمسافة قد تزيد عن 10 أمتار. أما شكلها فيشبه دغلاً صغيراً كثيفاً، ولها جذور هوائية متدلية
تساعدها على الامتداد والانتشار. ضخامة الجذور الهوائية المتدلية كالحبال أو الأفاعي الملتفة حول فريسة دليل على العمر المديد، فشجرة الرولة تعيش أكثر من 200 عام. ساق الرولة قصيرة نسبياً مقارنة مع الحجم الكلي للشجرة، وغالباً لا يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار. أما محيط الساق فيتسع تبعاً لعمر الشجرة، ولونها يتأرجح بين البني والرمادي. للرولة تاج عملاق مقارنة مع أشجار البيئة المحلية الأخرى، أما الفروع فتمتد في كل الاتجاهات لتشكل خيمة واسعة الظلال يمكن لعشرات الأشخاص الجلوس تحتها. أوراق الرولة كبيرة دائرية أو بيضاوية، لونها أخضر غامق لامع، طولها يتراوح بين 10 و20 سنتيمتراً، وهي معرضة للتساقط في الطقس البارد. تزهر شجرة الرولة في الإمارات خلال الربع الأول من السنة، وأزهارها صفراء بوعاء لحمي، وليس لهذه الأزهار فائدة تذكر. بعد التلقيح تصبح الأزهار ثماراً صغيرة خضراء، ثم يتحول لونها إلى الأحمر الكرزي. أما حجم الثمرة فيتراوح بين 2 و3 سنتيمترات، والبذور بداخلها صغيرة تشبه بذور فاكهة التين العادية. شجرة كبيرة قد تصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 أمتار، وعلى حسب الظروف البيئية والعمر بتاعها ممكن يفترش إلى أكثر من 15-20 متر. الوصف بتاعها فيها أيضاً جذور هوائية بتتدلى تساعد النبات في الحصول على المزيد من الهواء الجوي، لأن لو كانت التربة أحياناً بينمو في البيئات المحلية بتاعته في المناطق الاستوائية بينمو في بيئة مشبعة بالمياه، وبالتالي ما بيقدرش يلاقي الأكسجين، لكن الجذور التنفسية اللي هو بينتجها فوق سطح الأرض بتساعده على امتصاص النيتروجين، بينتج ثمار لذيذة جداً وتأكلها العديد من الحيوانات. هذه الثمار بتشبه الكرز. طعم ثمرة الرولة حلو، يستسيغه الكثير من الناس ويأكلون منه دون تردد. الطب الشعبي اكتشف قديماً فوائد عديدة لثمار الرولة، فاستخدمها في علاج مشكلات الأمعاء والجروح وأمراض اللثة والروماتيزم. نبات الرولة طبعاً نبات قديم معروف هنا، البدو والناس الشعبيين بيستخدموه في حاجات كتيرة جداً، وخصوصاً اللحاء بتاع النبات بياخدوا اللي هو الخلاصة المائية بتاعته، سواء بيستخدموها على الجلد علشان يحموه من الجروح والحروق، أو بيشربوه كمضاد للأكسدة، برضو للسكري، لحاجات كتير. بس أهم وده اللي احنا اكتشفناه وأثبتناه علمياً إن هو بيستخدم لعلاج الديدان، مختلف أنواع الديدان وخاصة الأسكاريس. يعني مثلا جينا عملنا تجارب سرية من خلاصة اللحاء بتاع النبات، ولقينا ليه فايدة رائعة جدا في اللي هو القضاء على الديدان اللي هي المشهورة وخاصة الأسكاريس. الكائنات الحية مثل الطيور والحشرات تسكن الرولة، إما حبا بظلالها الوارفة أو طمعاً بثمارها الناضجة، وبعض الطيور تلجأ إليها لبناء أعشاشها. كان سكان الشارقة حتى 70ات القرن الماضي يستمتعون بظلال الرولة العتيقة، وعاشوا الكثير من الأحداث والمناسبات تحتها وحولها، وما زال صدى تلك الأحداث يتردد في ذاكرة المعمرين قصصاً وحكايات ملهمة يكررون سردها لأبنائهم وأحفادهم كي يتأكدوا أنها ستحكى للأجيال القادمة.